اجا على راسي سؤال هو مهم، وبعرف انه بحكمة الحياة اللي سالكن سنين مع بعض، بحكمة يسوع لانه هو راس بيتكن، بدي اسأله هيك وانتو فيكن تفيدوا. قدي موضوع الغيرة حكيتوا فيه وقلتوا وين الخطوط الحمر بالحياة؟ لأنه رح أقول هيك، بس يقولوا أستاذ وعنده تلاميذ كتير، نورمال مرات السيدة قد ما توثق بزوجها أو تحبه، مرات نورمال بيكون فيه، وعم نحكي شيء عن جد كتير عميق مع أنه الناس رح تشوفوا هيك، أنه يعني قدي فيهم الطلاب ياخدوا ويعطوا معك، حكين أنتو بهالأمور وقت خطبتكن أو وقت زواجكن، أو مرقت على راسك قعدتوا شي مرة عكافي؟ لأنت أحكي عن حالي، أنا وماريان حكينا عن الخطوط اللي بتهمها، وأنا من قلبي قلت لها أوكي، يعني ما كان إنه هي عم تفرض علي. الغيرة هي حسنة، نحن عم نحكي عن الغيرة الطبيعية، ما عم نحكي عن الغيرة اللي بدها شفاء، لأن في جروح بالطفولة بيصير إنسان غيور كتير المرضية. عم نحكي عن الغيرة اللي حق كل رجال وست يغاروا على بعض، ونورمال مثلا ما فينا بوقت خدمتنا أو هيك أشخاص بنات تبعت لي واتساب لقلي وأعطيهم نمرتي. مرات بنية صافية بيجوا بنات بدون يحكوا معي، بقلن نو بروبلم ماريان رح تكون معي هلأ تنحكي مع بعض، أو بدكن تكملوا الموضوع دون نحكي مزبوط، بعت الرقم لماريان. نعم. أنتو هيدا الشيء حكيتوا ومرقتوا فيه؟ نعم، واخدين فيه قرار أنه خاصة بخدمتنا أنا بس أعمل كونتاكت مع حيالله صبية أو سيدة، أول كونتاكت بيكون طبيعي لحتى نتعرف، تاني كونتاكت بيكون مع فيرا زوجتي. يعني هيدا شيء خط واضح لازم يكون طبعا بين كل الخدام، أو حتى قبل ما نقول خدام، أستاذ وعنده تلاميذ، معلمة عندها تلاميذ، اعتبري أنت كمان بتدرسي، بقى الموضوع بيرجع لتنيناتكن، إنه مرات التلاميذ عنية صافية بس بتتأثر بالمعلمة أو بالأستاذ، بقى هيدا الموضوع أنتو شو بتنصحوا فيه أو حكين فيه؟ أكيد أكيد، أول شيء لازم نتصارح إنه نتفق على هالشيء، إنه نحنا نوثق ببعض، مش إنه ما في ثقة، بس الشيطان بيلاقي حيلا ثغرة يفوت بالعلاقة، فنحنا لازم نكون أوعى قبل ما نوصل على المشكلة، لازم نحنا نكون برو أكتيف، يعني قبل الوقت ناخد خطوة، فكتير ننتبه وكتير شفافين مع بعض، ما في سيكريتس، تليفوناتنا ما فيهم، بنفوت على تليفونات بعض، ما فيهم كود، بنفوت على فيسبوكات بعض، اوقات وسام بيستعمل ماي اكاونت فيسبوك بيعمل لايكس لاشياء يمكن انا ما بده، بينسى حاله لانه هو عم بيستعمل ماي اكاونت. سو ترانسبيرنسي از فيري امبورتنت، انه نكون شفافين بعلاقتنا مع بعض، يكون في ثقه، واذا في شيء زعجني بشي كونسلينج هو عم بيعمل مع شخص، قلت له يا وسام انت كثير عم بتفوت بتفاصيل مع هيدي الاخت، اوكي انا بقدر اقول له 100%، هيدا حقي اقول له. وانت كنت عم تقولي شيء وهيدي شهاده من كلمه الله من الكتاب المقدس، خاصه وقت نكون عم نخدم ونحكي عن الله او نساعد اشخاص، جميع قتلاها اقوياء. الخطيه اقوياء، اذا بنعتبر انه بيسوع نحن قوياء، لازم نكون عارفين انه بدك تنتبه، الشيطان وحضر لك فخ، لازم تكون هالقد شفاف انت وزوجتك وهي كمان، لانه الاثنين. بتذكر قصه قديمه كثير، مره حدا من الاشخاص كانت تتمرن ماريان بنادي، وحدا من الاشخاص باحترام اوكي بس حاب انه يعمل لها اد على الفيسبوك وهيك، اجت دغري سالتني قالت لي شو بتعتقد انه اعزب عم يعمل لي اد على الفيسبوك؟ جاوبتها جواب بكل سلاسه، اذا بتقبلي انه سيده بنادي عزبه عم تعمل لي اد على الفيسبوك، انا ما عندي مشكله خليه يعمل لك اد. ودغري كنا عم نفهم بعض وبسلاسه قالت لي ما رح اعمل اد، لانه مثل ما بعامل نفسي انا قلت لها بعاملك. بقى بتخيل لازم يكون الموضوع موضوع كتير مهم، لان بيعمل مشاكل كتير. وبعرف قدي صار في طلاق، مره حدا اتصل فينا على الهواء وقال اخترب بيتي من ورا الفيسبوك، لانه العالم عم تسمعنا بيقولوا شو معقدين، بس هذا الموضوع ما بدنا نحكي فيه بس بإيمانيا، بدنا نحكي على الأرض. صح. اخترب بيوت ناس من وراء أنه فاتحين الأمور على الفيسبوك ومين ما كان بيحكي مع صح. مين ما كان. وحتى هيك عم نحكي عن الغيرة قدي مرات مش حكمة أبداً، في كابلز خصوصاً هيك بيكونوا بعضهم بلشين بالعلاقة بيصيروا بينبسطوا بحرقصوا بعضهم ويخلوا التاني غار، هذا شيء كمان بتذكر اتفقنا أنه ممنوع نلعب هيدا اللعبة، هي كمان لعبة الشيطان أنه خلي هيك زوجة امتحنا تشوف قدي بغار وقدي بيحبنا، هي بتخلق بالعكس بعد وجفة وبتخلق غيرة مرضية عند الطرف الآخر، ما بتوصل لمحل غير أنه بتهدم العلاقة والزواج. بقى ما تجربوا، جوزك بحبك وأنت بتحبيه، ما تلعبوا هاللعبة أبداً.